بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفقيرة أميمة موسي من تونس، طالبة سنة ثالثة علوم آثار. تعرفت على الطريقة الكركارية منذ سنة 2014 عندما بايعت أمي سيدي محمد فوزي الكركاري قدس الله سره. والحقيقة أني نشأت على يد أم محبة ومريدة لهذه الطريقة، لذلك منذ الصغر كنت دائمة الحديث مع المولى سبحانه وتعالى وأطلب مغفرته ثم معرفته، حتى صرت أحضر مع أمي بمجمع الزاوية الكركارية بتونس، وداومت على الحضور وأخذت ورد التبرك، وكنت تلك الفترة أستمع إلى مذكرات سيدي محمد فوزي الكركاري وأنبهر بعظيم كلامه، فيقع في قلبي حب للطريقة والتصديق به أكثر فأكثر. حتى الأسئلة سبحان الله التي كنت أبحث عنها كان قدس الله سره يجيبني عنها في الدروس، حتى في الأمور الباطنية، وكذلك في دراستي عندما لا أفهم بعض المسائل كنت أستنجد به، فسبحان الله أرى النور ويتنزل الفهم في قلبي. وببركة هذا النور الكركري بدأت في طريق البحث عن معرفة الله، وأطلب من المولى عز وجل أن ينزع حب الدنيا من قلبي، والحمد لله وبفضل بركة مولانا الشيخ صرت أرى النور يقظة ويعينني في أموري كلها. وأكثر مشاهدة رسخت في بالي عند القيام بالورد بعد صلاة المغرب، شاهدت نفسي أطوف بالكعبة الشريفة مع أناس لباسهم كلها أبيض، ويوما بعد يوم أحس بمراقبة الله لي ودفعي للتغيير في سلوكي ظاهريا وباطنيا. وكانت أكثر آية سبحان الله تبكيني هي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، صدق الله مولانا العظيم. وأقول لنفسي متى أعود لأصلي ولحقيقتي وأخرج من سجن الأنا والوهم، متى أتحرر من قيود الشهوات والظلمات. ومن الله علي هذه السنة وزرت الزاوية الكركرية واستجاب الله لدعائي وحضرت المولد النبوي الشريف، وأنعم الله علي برؤية وجه حفيد آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تسليما، رأيت فيه الرحمة والهيبة والعظمة والتقوى والإيمان، كل شيء سبحان الله جمع فيه، وهذه علامة من علامات الأولياء، إذا رأيتهم ذكروك بالله. فاللهم بارك لنا في شيخنا وجازه عنا ما جازيت شيخا عن مريديه، واجعلنا من أحبابه ومن نجومه ومن الذين يبلغون عن آية النور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.